Why? بعد جريدة الأردو بوين 16 سبتمبر 2019 ادعى الصحفي الكبير افتخار أحمد النواز شريف وأصف زرداري سوغادراني بنهاية هذا الشهر بمبلغ 106 مليار دولار، وقال إن الحكومة ليست مذنبة بالوضع الاقتصادي السيء، فالحكومة تنتظر الآن أن يحصل نواز شريف وأصف زرداري على 106 مليار دولار، وقال إن المبلغ مرتفع للغاية والذي من المرجح أن يختفي بحلول نهاية هذا الشهر. فخار أحمد إن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها تطبيق المادة 49 بعد 100 إلا في حالة تهديد القانون والنظام في المقاطعة، إلا أنه في هذه الحالة لا يمكن تنفيذ المادة. وأضاف أنه إذا ثبت أن الفيديو شرعي في ترانزيت يمكن أن يحصل نواز شريف على كوريليف، لكنه لن يريح بعد أخذ 106 مليار روبية، والشروط التي يحتفظ بها هي أن نواز شريف يجب أن يخرج طوال حياته، وسيتم استبعاد ابنته مريم نواز لمدة 10 سنوات، وسيتم استبعاد آصف علي زرداري من منصبه بسبب السياسة، وسيسمح لبلوال بلعب السياسة. إشارة إلى أن شركتي الطب الشرعي البريطانيين قد أعلنتا أن شريك القاضي أرشد مالك حقيقي، وذكرت تقارير إعلامية أن نصير بوت الرئيس الأول لام بي إم إن يو سجل فيديو القاضي أرشد مالك. لقد تم اختبارها الآن في الطب الشرعي، وأعلنت شركتان منفصلتان في المملكة المتحدة أن الفيديو الأصلية. أكد الفيديو أيضا الصوت الذي يشير إلى أن كل شيء أصلي، وقد كتبت هذه الشركات إلى المحكمة الباكستانية كتابة أن المواد المسجلة بما في ذلك البرنامج النصي لم يتم العبث بها أو تعديلها، لم يتم إجراء أي تحرير، وطلب من ناصر بوت تأكيد هذه التسجيلات.